عرفت راسي عندي 4 الوليدات كان احساس زوين بزاف، كنتمناه اي امراه، وبالاخص ملي كيقولوا لك عندك 4 ديال الوليدات، يعني ماشي وليد واحد ولا جوج ولا 4 الوليدات، كتكون فرحه كبيره بزاف. من طبيعه الحال من بعد معاناه انه سقط لي في المره الاولى، سقط لي في المره الثانيه، والمرة الثالثة الحمد لله الله عوضنا ب4 الوليدات اللي سدوا لنا ذاك الفراغ اللي كنا كنحسوا به بعد 2 عامين ديال الزواج. الظروف المادية كيف ما كتشوفوا، أنا الزوج ديالي خدام غير مع واحد الراجل، يعني ماشي شي خدمة اللي كيخدم على حساب النهار وصافي، إلا كان كيمشي يخدم في النهار، إلا كان شي حاجة كيجيب، كاين النهار اللي ما كيجيب حتى شي حاجة، والحمد لله. ومع هاد كورونا تقريبا دابا شي 3 شهور ما خدامش، جاتنا الولاده والمصاريف وهذا الشيء كامل اللي كيتعلق بالولاده جاتنا في هاد الظروف اللي الزوج ديالي ما خدامش فيها، والحمد لله. المهم هاد الوليدات دخلوا علينا الفرحه، ودخلوا علينا السرور، ودخلوا علينا البهجه البيت ديالنا. الوليدات البنيه نسميوها توبه ان شاء الله، والوليدات لقمان وسليمان وإنعام. الحمد لله، الحمد لله سبحانه وتعالى على هاد الوليدات هادو اللي وهو من الله سبحانه وتعالى، وما عطا من الله إلا حبهم لنا، وحبنا الله سبحانه وتعالى عطانا هاد الوليدات، فرحنا فيهم في هاد شهر الغفران الحمد لله، ومن بعد 2 عامين ديال الزواج والحمد لله. اللهم لك الحمد، كيف الشيء هما دقيقة الوليدات دابا الحمد لله، اللهم لك الحمد. وحنا بالنسبة لنا حنايا هاد الوليدات هادو اللي شاطنين الشغل الشاغل ديالهم، هما اللي كاين اللي كان اللي خايفين منه وكنتخوفوا منه، هو ما عندهمش هاد الوليدات فين غادي يكبروا، ما عندهمش فين غادي يكبروا، البلاصه السكنه ما كايناش عندهم، يعني فين غادي يكبروا ما كاينش، لحقاش حنا ساكن غير في كراج. دابا غادي يكبروا خاصهم فين ينعسوا، خاصهم فين يوليو حتى هما يقراو، فين يحطوا الحويجات ديالهم، وراك شفت الظروف كيفاش دايره، وشفتوا الاوضاع كيفاش دايره. كيف ما كنقولوا مثلا بحال الحليب ولا ليكوش ولا المهم الماكل ديالهم بصفه عامه ولا هذا، نقدروا نكافحوا معاهم، ما نخليهمش جيعانين، ما نخليهمش عريانين، ما نخليهمش، غنقطعوا من روسنا باش نوفروا عليهم همايا. ولكن السكن ما عندناش كيفاش نديره، لحقاش الخدمه ديالو هو على قد الحال، ماشي شي خدمه اللي غادي يقدر يوفر بها سكن كبر من هذا اللي عايشين فيه بعد الزياده ديالهم. والماكله ديالهم بالنسبه لك راه ضروري غادي تقاتل عليها وغادي تجيبها لهم، قد قليله قد كثيره تخرج تخطف وتجيب لهم، ولكن بالنسبه للسكنه ما يمكنش، السكنه هما اصلا خايفين تشدهم في هذا مع الميديتي مع الرطوبه اللي كاينه، لا ما كايناش الشمس هنا، الكراج ما كتكونش فيه الشمس كيف شافوا الاخوان دابا كنيات، راه غير كراج ما فيش شرش الشمس، ما كتدخلوش الشمس، ما فيش تهويه، فيه الرطوبه، فيه الوليد خايفين منهم تشدهم الحساسيه، وبزاف يعني بزاف الامراض كترتب على هاد الدار ما كانش فيها التهويه. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يعاوننا على الوليدات هادو تيكبروا ان شاء الله، ويكونوا تما في صحه جيده، ويشوفوا تما يكبروا بحالهم بحال الوليدات بلاد الشعب والحمد لله. وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى والناس المسؤوله والسلطات المحليه والسيد العامل الله يجازي بخير، من بعد قدم لنا واحد المساعده بالامس. في الاساس ماشي سكن لائق، ولكن حنايا الوالدين كيف ما قلنا الوالدين كيكونوا داكشي اللي كتب الله كيكونوا عايشين فيه وصافي، كنا بوحدنا كنا كنقولوا ماشي مشكل، ولكن ملي تزادوا هاد الوليدات ما بغيناش داك الوضع اللي كنا عايشين فيه حنايا يعيشوا فيه حتى همايا، ونقولوا ماشي مشكل، بغينا حتى همايا يعيشوا كيف ما العيشه اللي تليق بهم، حتى همايا يلقاو فين ينعسوا، يلقاو فين يحطوا الحويجات ديالهم، فين يلقاو راحتهم، فين لحقاش دابا هما باقيين صغار هما مخلينهم حدانا ومنعسينهم حدانا. ولكن المرحله ديال العمر غتم غادا تطور، هيتم غاديين ويكبروا، ديك الساعه هما ما غاديينش وما عندهمش حتى فين، ماشي هما حنا ما عندهمش حتى فين غاديين ينعسوا، فين غاديين ايوا الحمد لله. كنتمنى من الناس يشوفوا فينا ومن جلالة الملك نصره الله، وهذا الشيء اللي كاين حدا باك نيت كنخلوهم في البيت بوحدهم، وما انا كنعس هنا حدا الباب، يعني كيف شفتي حدا الباب هنايا كنعس، والحمد لله حنا راضيين بهذا الشيء هذا، والحمد لله ونشكره، وفرحانين بهذ الوليدات، وخا يكونوا 10. رضعت؟ رضعت نعسات. الوليد الاخرين ناعسين؟
ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.